يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أعمل في مكان وسولت لي نفسي أن آخذ شيئا من مال الرجل الذي أعمل عنده، وأنا الآن أريد رد المال لكن لا توجد طريقة لمواجهته، وأنا أخشى من الفضيحة، فهل من نصيحة في ذلك؟ لازم من رد المبلغ لصاحبه أو استسماحه عن المبلغ لازم. وأما الطريقة التي تتوصل بها فأنت أدرى بذلك، إما ترسلها مع أحد أو تضعها في صندوقه أو عنده أو في داخل مكان هي يجدها ويأخذها. الطريقة التي توصلها إليه اعملها. نعم.